على أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج، ونتابع وياكم مجريات وفعاليات هذا الشوط. وبنسير مع المقدمة اليوم يوم البرج، والبرج ذهب مع سلهودة للسيد غانم بن منصور الخيارين. نتابع مجريات هذا الشوط وبنسير مع مقدمة هذا الشوط. أرى الآن اللي في المركز الأول، طوع في المركز الأول للسيد عمر بن علي بن بخيت المسافري، وفي المركز الثاني ناخذ اللي في المركز الثاني براق للسيد محمد بن حمد بن محمد بن قريع المري، وفي المركز الثالث هجام للسيد سالم بن سيب بن علي بالكليب الاجتبي، وفي المركز الرابع الشرس غير من المركز الرابع الى الثالث الى الثاني في هذه اللحظات. ها هو الشرس للسيد محمد بن علي بن حمد المري، وفي المركز الخامس ناخذ اللي في المركز الخامس شاهين للسيد سالم بن سهيل بن صالح العامري، وفي المركز السادس المتحد للسيد سهيل بن رملي بن محمد العامري، وفي المركز السابع مدرك للسيد حمد بن ناصر النعيمي، وفي المركز الثامن الباصن للسيد خليفة بن هزيم بن محمد المسافري، وفي المركز التاسع شاهين للسيد عامر بن قانوش بن محمد العامري، وفي المركز العاشر ناخذ اللي في المركز العاشر في هذه اللحظات مبهر في المركز العاشر للسيد مرزوق بن راشد بن عبد الله الزعبي، اللي في المركز الثاني في هذه اللحظات للسيد محمد بن حمد بن قريع المري. يا سلوم هجام وبراك، براك وهجام، المعركة طاحنة، براك يبرك وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن حمد بن قريع المري، يغير وينتقل إلى المركز الأول. المركز الثاني هجام، وبراك، المعركة طاحنة، بين هجام وبين براك. اللحظات الأخيرة، لحظات الحرجة، ال 400 متر الأخيرة، براق وهجام، المعركة طاحنة، وبراق لا زال في المقدمة، للسيد محمد بن حمد بن قريع المري. يا سلام، بدأ يسيطر، بدأ يقترب من السيارة، بدأ يباعد. وبنقول سلام 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 عليكم يا أهل دولة قطر، صباح الخير يا أهل الشحانية، تهانينا من الأعماق، تهانينا للسيد محمد بن حمد بن قريع المري على فوز براك بالمركز الأول وبسيارتي هذا الشوط. ها هو براك يصل إلى خط النهاية. المركز الثاني هجام للسيد سالم بن سيب الكريم الاجتبي، وفي المركز الثالث الحصان للسيد محمد بن طحنون بن مهيرة المري، وفي المركز الرابع ظبيان للسيد علي بن سعيد بن حلفان المري، وفي المركز الخامس الباهر للسيد مرزوق بن راشد بن عبد الله الزعبي. التوقيت الزمني من مخرجنا ابو عدنان ساعة وصول براق الى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة 8 كيلومتر في زمن وغدرة 13 دقيقة 26 ثمان اجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن حمد بن محمد بن قريع المري على فوز براق بالمركز الاول. المركز الثاني هجام قاطع مسافة 8 كيلومتر في زمن وغدرة 13 دقيقة 29 ثانية ثلاث اجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سالم بن سيب الكريب الاجتبي، والذي وصل في المركز الثالث. المركز الثالث كان من نصيب الحصان 13 دقيقة 36 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا